عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. 4 أشهر سجنا للنائب معز بن يوسف. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 يوم أمس الجمعة بالسجن لمدة 4 أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وبخطية مالية في حق النائب البرلمان عن ولاية سوسة المعز بن يوسف، وفق ما أكده محامي النائب حسام الزياني. وذكر الزياني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كانت قد أصدرت بتاريخ 1 جويلية الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب معز بن يوسف بعد أن وجهت له تهما أبرزها هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته بالقول والقذف العلني والاعتداء على موظف عمومي خلال أدائه لوظيفته والسكر الواضح. وأضافت أن بطاقة الإيداع وإحالة تمت على خلفية نشوبة خلافا بين النائب وسائق تاكسي تطور فيها الوضع بعد ذلك إلى خلافة وتلاسا مع أعوان دورية أمنية. وأكد المحامي حسام الزياني على أن لسان الدفاع سيطالب استئناف الحكم الصادر في حق النائب بن يوسف الذي قال أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية بمقتضى الفصل 65 من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. معناتها يسكر ويضرب ويعمل ويقتل برا عنده حصانة ما يعمل حتى شيء، الحصانة يخليها قلنا في مجلس نواب الشعب بنحيها كيف الثويب تلحنش ويخرج من بعد يستعملها كم في العمل وليس للتبريب على الناس. كما ينص الفصل 65 على أنه في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة، وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه ولا يتمتع النائب وفق الفصل 66 من الدستور بالحصانة البرلمانية. وبالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيل للسير العادي للأعمال المجلس. ما تنسوش لايك اشتراك تفعيل الجرس وباي باي. بربي فضل وليس بالأمر الحساب هذا على الفيسبوك، عندي حساب فيسبوك وعندي حساب تيك توك بنفس الاسم هذايا، نزلوا عليك في الأنشطة السياحية معناتها جروب تاع الانيماسيون حاشنا بتفاعل. فضلا وليس بالأمر جيشي الكريم انكم تدخلوا صفحة الفيسبوك تعملوا اشتراك تخليوا كومنتير تخليوا تعليق تخليوا جيم واتبرتجيه، وبطبيعة الحال عندكم هدايا تنتظر فيكم. باي باي.